بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كوحة وكساب سنية هاي فضلق أيلاد هاي مساجد إلهي أو سعود كالوبضيو إيضو سلاة لغسو تكنيو لغسو عبادي سنيو خير كيو وناقة لغسو قنيمي سنيو إن إنفر بضان لو سعودو فضلق أيلاد هاي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهي وحيوري من غدا إلى المسجد نك أوكل لها مساجدك أو راح أمو عرابة أعد الله له في الجنة إلهي وحو ديارنا يا جنة نزلا كلما غدا أو راح إلهي سبحانه وتعالى وحو ديارنا يا ومال وقد ديارنا يا منزليا ميل ودقا إلهي وقد ديارنا يا مركز طوء وكله يا مركز طوء عرابه ومساجد إلهي صلاة الله سعني وشنت الصلاة دوت الوسع عبادي سنة يوي مارتي تعود يو وحبر الشدة أنت بلو تجايوي خير كي وراك لجس وفائد السنة يو مركز صادو صعاته أو أتكو كل هذا يا مركز صاد كو عروضه شن ضيع إله سبحانه وتعالى كهجد ديارنا يا منزل يا ميل الدكتو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول من تطهر في بيته قفك جرجيس كصو طهارة قاته كسوي سستوي ثم مضى إلى البيت من بيوت الله أوصو رقاقة قري كم إذا قريها إلهي ليقضي فريضة من فرائض الله سو جسو جتفر الكم إذا فرائض إلهي كانت خدواته إحداها تحض خطيئة وحين قال سالوجه سميت كم إذا بالدم اللي جريده والأخرى ترفع درجة تكلنا درجة على جسينيا رواه مسلم. حلي النبي عليه الصلاة والسلام قف كجوري جس كسو طهارقات كسو ويسسته أدبنا أصار دقائق جوري كم إذا جريها إلهي ليقضي سو جسو جتو فريضة من فرائض الله فرع كم إذا فرائض إلهي طلابات أوقادة لجيه سميت كم إذا الدم ببال جريدية طلاباتنا درجة على جسينيا مركا أنت أوصاص عضا أردن أشر يدم بداف يا خير بأوصع دوية كوا حلا دوني يا إن تجري جا كسو ويسستو أنتي عاد ويسد يا رب مساجك لو جت لك لا عاد كعريري لحيت أما أشر كبا وكان نسقام لها وحلا دوني يا إن تجري جا كسو ويسقاط صوت بيدنا طلابات أصورن دبيدنا وحاسو أشر أيه وحاسو دبيدافة لجو قرية وحاسو درجة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال وحول كان رجل من الأنصار من أنصار باكري لا أعلم أنه قرن ما أحدا أبعد من المسجد منه مد وكفق يهي قريسو مساجدك وكفق يهي كوقفق بوها معنا قريها مساجدك كفقا وننك قريفقا موكرين وكانت وعاهد لا تخطئه صلاة صلاة مي دافي كرين يجمعه فقيل له حل قويري لو اشتريت حمارا هذا الدبير إبسل لهيد تركبه آت صوفوشو في الضماء وفي الرمضاء في الضماء وحويا وقتك مقدقة وفي الرمضاء وقتك كليلك لكان أحسن ساصفي عنان لهيد. قال وحل ما يصرني إما فرح دين قلين أيوه أن منزلي إنو قرقيقو أهادو إلى جنب المسجد مساجدك دين عيسى إنو أهادو متشعلي إنو يريد وحندوان يابود أن يكتب لي إن لا يقرو ممشايا إلى المسجد يو رجوعي إذا رجعت إلى أهلي إن تلاوضة إذا لا يقرأ المساجد كسو صعوده إيا النقط كأن قريقك كنا قونا إن لبضة بالله إيقره أيان دوني إياه ونكا يغني أجر دلبانا هاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلا يوحيون مركم مقلي قد شمع الله لك ذلك كله لما أنتو دوا لقو كل مي سي صعود يسو صعود با أجر كيوا لقو قريوي رواه مسلم. كواح لدوني إياه إنو قفكو كد دالو قريقي سهبات دروك صناده مساجدك إنو أصعوده maxay ila mid kasto oo masaajid suu ka durugsan yahay oo ka ajir badan yahay oo ka dhinaca uu ku hayaa in yar uu soo soconaya laakiin ka kilometir jira de intaas oo ajir iyo intaas oo dambiye iyo intaas oo khayra loo qoraya ninkanina waa kan diiday inuu iibsado wuxuu soo fuuro ee soo lugay si waxa soo ajir loogu qoro. waan jaabir radiyallahu anhu qala waxa uu khalat al biqa'u hawla al masjid wa habananaatay masaajidka دين عيسي أيام ملك بناناته بنو سليمة واحد دونين أن ينتقلوا قرب المسجد إن هلك بناناته مساجد كأكتساء أيوسو جوران يجون مقالة ويكدر رخصناين وهون مقالة أبي الدجناين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي جو حسوا قاردي أرنكي فقال اللهم وحو كيري بلغني وحيسوا قاري أنكم تريدون إن دون إنسان أن تنتقلوا قرب المسجد إن مساجد كأكتساء أسود دكتان. قالوا نعم هابينا يا رسول الله ساسن دوننا قد أردنا ذلك أركوان طاني. فقال النبي حرب بني سلمة يا بني سلمة هي بني سلمة دياركم ت
تكتب آثاركم هلكينا دقنا هذا ولا سما هذا كنا لذين قريدون آيه. فقالوا حيل هذين ما يسرنا أن ما يفرحدين قلنينين أن كنا نتحولنا إلى نسوق قرن ما نجعلن بين مرد النبي عليه الصلاة والسلام سيدان وجب شاريي هل كاسان وتبدنا تجعلنا ندقني وي مرك هل كيودي بدقناي النبي عليه الصلاة والسلام وح كدو لا يلا بعرف موت مر أشر كانوا ولد دوناي مر نوح دوناي مقالدو إلى أنا دين عاسي صوب بنانين oo aanay cadaw ku banaananin ay halka kaga awdnaadaan oo magaaladuna ay deeq kala baxday balaadnaato waxa nabi muusa radiyallahu anhu qaal wuxuu qaal rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ilaahi wuxuu in a'dama an-naasi ajran fi as-salaati ab'aduhum ilayha mamshan fa ab'aduhum waxa ugu ajar weyn xaga salaada ka ugu fog ee socodkiisu ugu badan yahay ee ugu durugsan kaasa salaada ugu ajar badan walladhi yantadiru as-salaah حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام كإسك سوغي إيسو مساجد كبان كبحن إلا صلاة إلا صلاة فردي أيا كأجر بدن كي انتو صلاة دي سير لما يستي إسك سيحضي وحل دون يقوفكو صلاة إلا صلاة إنو إسك اعتكافو أيا فيعن ومخرب كيو كلمرك تكتو إلا عشاقين مساجد إسك غجرتو انتا صورنا صلاة بلقو قرية وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور تام يوم القيامة بشروا أبشارية المشائين كوا أصعني إنفربضا في الظلم مقدقة إلى المساجد مساجد كأصعني بالنور تام يوم القيامة نور تام ما التقيامه وأبشارية بالنبي عليه الصلاة والسلام أبشارة أوه لي قفك وقتك مدوقة iyo waqtiga dhaxanta ah iyo waqtiga marka dadku ay hurdada iyo marka ay qaflada ay ku jiraan qofka u soconaya masaajidda Ilaahay waqtiga kulaylkuna waa la mid weey intaas oo dhan qofka soconaya ee guriga Ilaahay u soconaya waxa ugu bishaareysan nuur dhameystiran marka ajir farabadan ayu helaya qofku marku ku dadaalo oo in farabadan uu socdo masaajidda Ilaahay وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله ألا أدلكم ما إذن شيئا وما إذن تسيا على ما يمحو الله به الخطايا وحي الله سبحانه وتعالى وإذن كما يدن بيده ويرفع به درجات درجنا إلى هذه كسينا قالوا بلا يا رسول الله رسول الله هابا إله قال وحوله إسباق الوضوء على المكاره وهو يسد أولا ديريه وقت قلقبوك إلا كراهي سينيه وكثرة الخضى إلى المساجد مساجد أو سعود كلابديو وانتظار الصلاة بعد الصلاة هي صلاة إلا صلاة أول سجوه فذلكم الرباط فذلكم الرباط كاسوا جار كنا كاسوا جار كنا من يقول عليه الصلاة والسلام رواه مسلم لما يقول حلم ما يدين تسيا شيء دم بيدنا لا يدين كقدر دافيو ترى شوي كنا لا يدين كسينا يو حكى ونعيس رسول الله نوشك بيده تدنا نبي يقول عليه الصلاة والسلام حلوة ويسد الله دير يو وقت قال كراهية سنة يو وقت قبل قوي oo la doonayo qofku inuu weysada dheereeyo oo sunnayaasha u gaarsiiyo oo halka cududa bartankeeda iyo halka jilibka ku dhowba uu lugaha iyo gacmaha gaarsiiyo wajigana uu si fiican isagana uu hareeraha uga mariyo oo u dheereeyo madaxana wada masaxo iyo socodka loo soconayo masaajidda Ilaahay iyo salaad ilaa salaad oo la sugo macnaheedu waxa weeyaan qofku inuu ku ictikaafo masaajidku salaad ilaa salaad uu ku sugo kaasina waa gaarkii nabinagu calayhi salaatu wasalaam waa gaarka ka idinka haya waa ka weeyi ee shaydaanku gaar ka haya oo cadawgu gaar ka haya oo khayrkii dambi dhaaf buu haya oo wardigu idin haya weey waa ninkaasi waa ninka idinku khayr badan weeyaan buu salaad ilaa salaad masaajidka fadhiya ayaan ka baxaynin kowlaale waqtigan qabowga ee dadku ay in fara badan jamacayo jamacada dib ay uga dhacayaan ee hurdadu ay la tagayso ee qabowga karaahiyeysanayo gaar ahaan ba da'yarta aan iyagu salaad subaxba u kacaynin waxaa la doonayaa inay ku dadaalaan si ajirkan iyo dambi dhaafkan ay u helaan waxaanu khayra waxaanu dambi dhaafa si ay u helaan in jamacayo jamacada lagu dadaalo oo lagu dadaalo marka goor hore in masaajidda Ilaahay la caamiro oo la tago jamacuna aanu ku seegin waana meelaha la isku dhaafay weeyaan فاستبقوا الخيرات مرك إلهي لي خيرات كأو كلا داري ومانتو كلا لسدافيا وقتقا قبوغا لسدافيا وشمعا لو كلا دارين يا لسدافيا وخير كن يوناقن لو كلا دارين انت انفر ابدان لغو ترتمى ايو شر يدن بي عسيان لغو ترتمى ايو وحال دوني يا ان خير كيوناقن لغو ترتمى ايا لدوني او لو كلا داري ايو خير waad noqoto ka u caraabaya masaajidda Ilaahay ee ku kalahaaya masaajidda Ilaahay ee markaas dambi dhaafka iyo ajirka loo qorayo
ee jannada guriga looga diyaarinayo inaad kaaka ku guulaysta aad noqoto ayaa la doonaya. ilaahayna hanoo fudaysada xaqanina waafajiyo. Billaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.